المشاكل اللي كيعانيها حراس السيارات. بالنسبة للمشاكل ديالنا مع رئيس مقاطعة المعارف، احتراما للمجلس ديال مقاطعة المعارف واحتراما للمنتخبين اللي كاينين تما، غير هو هذا الرئيس هذا قدمنا لي مجموعة ديال الطلبات على أساس أنه باش يدير تجديد رخص ديال حراسة السيارات ديال 2022 و2023، إلا أن المشكل ديالو هو أنه كيتعنت وأنه ما كيردش علينا شي جواب اللي هو كيجاوب. حاولنا لنا تقريبا مجموعة ديال الطلبات، طلبات من 2022 2023، كانت محاولة ديال أن واحد لقاء تواصلي، وعلى أساس أنه باش نحطوا المشروع ديالنا ديال المطالب ديال حراس السيارات خلال هذه الفترة ديال 22 23. وآخر مرة هو أننا درنا واحد الطلب اللي هو كتابي استعجالي وبغينا الرد عليه كتابيا، فما ما 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 جاوبناش. فاحنا جدرنا حاولنا مثلا هاد 2024 تاخذنا قرار على أساس أنه باش ناخذوا مجموعة ديال الأشكال الاحتجاجية، نظرا لأن هاد السيد هذا كيرفض أنه باش يستقبلنا كنقابة، وكيرفض كيستقبلنا كذلك كجمعية اللي هي ديال الكرامة. فأمام هاد المشاكل كنحاولوا كنوجهوا واحد النداء للجهات المسؤولة، منها المديرية العامة للجماعات الترابية ومنها الجماعة الحضارية ديال العمدة، على أساس أن اللي هي عندها اللي عطات التفويض هذا رئيس مقاطعة باش يحاول يجدد الرخص تماشيا مع السياسة ديال مجموعة ديال المنتخبين، مجموعة ديال الرؤساء اللي كاين بحال النموذج ديال عين الشق الأخ الشفيق بن كيران، أعطى الناس الرخص ديالهم ديال 2023 و2002. كذلك بالنسبة لزاد الشريبي على مستوى ديال السيدي بليوت كذلك أعطت الرخص لحراس السيارات، إطار واحد لقاء تشاوري، إطار واحد المقاربة تشاركية، الناس دايرين الحوادة كل واحد لباس موحد من أجل تنظيم هذا القطاع هذا، ومدات يد الله لا هي ولا شفيق مكيرة ومجموعة ديال الإخوان على أساس باش ينظموا هذا القطاع وما نبقاش عندنا هذه المشاكل اللي كنعانيو بها. المشكل ديال رئيس مقاطعة، احنا ماشي احنا بغينا غير لقاء تواصلي، بغينا على أساس أنه باش نكونوا واحد يد وحدة في إطار تنظيم هذا القطاع. راه حنا ما بغينا والو، ماشي غيعطينا شي باش نديرو كراد ديال ان غنطلعو تسما ولا غنوليو النجوم، لا حنا بغينا هذا القطاع يتنظم، بغينا ما يبقاش هاد المشاكل، ما بغيناش انه الناس اللي هما كارديانا كيكون في البلاصه ديالو حتى انه كيتعرض لواحد المجموعه ديال الاهانات، ما عندوش الرخصه ديال 23، ما عندوش الحقوق ديالو. فاحنا اللي كنطالبوا الله يجزيكم بخير من خلال هذا المنبر هذا، هو اننا كنوجهوا نداء للمنتخبين انهم باش يكونوا يعطيوا الكلمه ديالهم في هذاك المجلس ديال مقاطعه المعارف، ما يبقاوش القرارات الانفراديه ديال الرئيس. بالعكس كاين هناك كما كانت واحد الدوره مؤخرا قالوا انه غتكون واحد اللجنه ديال مجموعه من الاحزاب مشكله ديال مجلس مقاطعه المعارف على اساس انه باش يعالجوا هذا المشكل ديال الحراس والقضاء على الريع الاقتصادي وتجوزي، ولكن المشكله هو انه هذا من نهار اللي دار هذيك الدوره ومن نهار كحنا بغينا نشوفوا هذاك المجلس باش تكون فيه تمثيليه ديال مجموعه ديال الفعاليات الجمعويه والنقابيه، ولكن ما كاين حتى ما كاينش هذا ما دارت كاع اللجنه هذه، باقا مغيبه لانها تحطت على يد ميته، وليد الميته الا تحطت على شي منفرك عرف انه كيبقى في النسيان. دار واحد الاجتماع كان منعقد هنا في مقاطعه المعارف باش تكون جميع الاطياف السياسيه مجموعه وكجمعيات احنا في اطار المقاربه التشاركيه نكونوا معاهم باش نحلوا هذا المشكل هذا، والا كاين غير التسويف. ثانيا احنا درنا واحد البدله وما بغيناش نفرقوها، دابا قلنا حتى نفرقوها بتجديد ديال الرخص باش يكون داك الشيء مقنن، حتى السلطه المحليه والامن الوطني تسهل عليهم العمليه، بان الانسان اللي ما عنده شيء البدله ديالو وعنده غير جيني يديه، لان هذاك ما تيتوفرش على ترخيص، ولكن حنا تلقاو غير التسويف من طرف مقاطعه المعارف، وحنا قادين على هذا القطاع باش ننظموه، ماشي غير في المعارف، حتى في سيدي بليوط، اي بلاصه نخنوا هذا القطاع هذا، ويكون واحد الحله جديده، لان سيدنا الله ينصره بغى مدينه الدار البيضاء تكون راقيه.
حتى الناس اللي فيها حتى الحراس تكون المعامله حسنه، وتنطلبوا التشهير ديال 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 الاثمنه باش تكون في الازقه، باش ما يبقاش داك المشكل ديال 5 دراهم ولا شحال، هو كاين 3 دراهم اللي كاين على العموم من 8 الصباح حتى 8 ديال العشيه. وحنا تنحثوا على حراس السيارات باش يتعاملوا معامله حسنه مع اصحاب السيارات، وثانيا عندهم واحد الدور كبير بان تيحافظوا اولا على الممتلكات الغير من الكسر والسرقه، وثانيا تيجي يساعد السير والجولان ديال الطريق، والانسان اللي تيبغي يخرج وتيبغي يدخل تيدخلوا الحارس اذا، ودير امن على المنطقه ديالو، تنحملوه المسؤوليه، تنقول ليه لو وقعت شي حاجه عندك هنا انت اللي تتحمل، ولا ما بلغتيش ولا شي حاجه، لان هذا واجب وطني، وعلى اي مواطن خصو يبلغ شي حاجه اللي تضر البلاد ديالنا. اذا حنا في اطار تنقادوا في هذا القطاع هذا، واذا به هو ربما هذا الرئيس مقاطعه المعارف عنده رؤيه اخرى بغى يدخل العداد، وثانيا العداد الدور ديالو هو 2 درهم للساعه وعقل سيارات المواطنين، وهذاك الحارس الى تهرس ليه الطوموبيل وقعت ليه شي حاجه تقول لي حنا ماشي شغلنا، حنا كارين الارض، وهذا خطا. وثانيا كاين احكام قضائيه باسم صاحب الجلاله من المحكمه الاداريه في واحد الحكم ابتدائي واستئنافي وطبقا للقانون بعدم صلاحيه عقل سياره المواطن في الصابو، ولهذا حنا تنقولوا اللي ما ودي راه الحراس الا تنظموا وتقادات الامور غيكون كلشي بخير، غير خصنا نقنوا، ولكن انتم ما بغيتوش تقنوا، بغيتوا يبقى في هاد العشوائيه باش تدخلوا العدادات، باش تبداو تفرضوا على الناس يخلص 2 درهم للساعه، ولا ما كانش دير ليه الصابو وخصو يعطل ليه المصالح ديالو بزاف الحوايج. اما الحارس راه تيدير غير المراقبه، راه ما محتل لا الملك العام كما تيدعوا بعض الجمعيات بان راه محتل الملك العام، هو راه تيدير المراقبه وتيتأدى عليها واحد 3 دراهم يوميا.